إذن متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. مباشر مع واحد السيد اللي القصه ديالو غادي تعلمنا كاملين، القصه ديالو اللي عاش فيها التشرد. تخيل معايا انك تكون يعني بعقلك وبخير وعلى خير، شي واحد الوقيته تلقى راسك انك تشردتي، ما بقى لا حنين لا رحيم. الوالدين اللي كانوا كيهزوا وكيعاونوا وكيدعيوا وكيسروا الامور كتيسر في ايديهم، تشوفوا الخوت زعما اللي من المفروض خاص يعطيو ديك الحنان ديال الوالدين، ما كيعقلوش عليك بعض المرات. هاد السيد هذا القصه ديالو عجيبه، غادي نخليه هو يعاودها لكم. للاسف حنا دابا ما كنتوفروش ليه على هاتف، ويني هو راه كيسكن في الهراويين حدا فرا الحلوه بالضبط. نتمنى من الله تما راه كاينين الناس قال لك اللي كيعاونوه انه يديروا ليه شي هاتف ولا شي حاجه هكا، في انتظار اننا نعاودوا ان شاء الله نتواصلوا معاه ونعرفوا كيفاش نتوصلوا به. المهم هو انه كيسكن حدا فرا الحلوه. السلام عليكم عمي. السلام اخويا. عاودنا القصه ديالك، دابا انت كتعيش التسرد عمي. كنعيش التسرد وتلاقيت مع الاخت، خداو لي واحد البركه فرا الحلوه، مكرفصه خايبه في هذا الظلام بنهار مكرفص. القصه ديالك من الاول جاي، كيفاش تعشتي ذاك التسرد؟ عشت التسرد مني مات الوالدين، كنت مع الوالدين كناكل وكنشرب، ما كاين حتى حاجه مني ماتوا. خرجت الزنقه 5 سنين وانا في الزنقه، تلاقيت مع واحد الاخت قالت لي مالك وهذا، قلت لها انتم راه منكم هادشي، وقالت لي راه غناخذوا لك واحد البراكه، وبقيت معاهم حتى خذوا لي هادي خوتي خواتاتي خذوا لي. كتهضر معاهم دابا؟ كنهضر معاهم قليل، الا كان العيد كبير بحال كل رمضان وشي عيد ولا شي حاجه صافي. الايامات الاخرى ما كنشوفهم ما والو، الا كان شي عيد ولا شي حاجه. وشكون اللي كيعاونك؟ كيعاونوني الناس، كنخرج عند الناس دابا كل نهار كنخرج عند الناس. صحيح على قد الحال. على قد الحال كنخرج عند الناس، في الليل كنمشي لهذيك البراكه فرا الحلوه تما، والصباح كنخرج. كتخرج عاوتاني كتبقى في الزنقه النهار كامل؟ كنبقى في الزنقه النهار كامل مع الناس. صافي وفي المغرب كنمشي لهذيك البراكه، والصباح كنخرج. البراكه مكرفصه بزاف خايبه، فيها الظلام بزاف بنهار مكرفصه، ما كاين لا ما لا ضو. الما كنديها من الزنقه من القهوه، الما قريعه ديال الماء كندي قريعه ديال الماء صايب باش كنطيبها تاهي. والضوء؟ الضوء ما كاينش، الضوء ما كاينش. كنضوي بالشمع، كندي الشمع. الله يحفظ، الشمع راه فيه بزاف ديال المشاكل. ايه كندي الشمع. الله يحفظ، هادشي اللي كاين. واخا عمي دابا انت الناس اللي بغاو يتواصلوا معاك فين يقدروا يلقاوك ولا فين غادي؟ واش نقول لك، خاصني تليفون نشارجي في القهوه، تليفون غنولي نشارجي في القهوه باش نتواصل معاك. الا جاب الله شراوك الناس التليفون. اه نتصل القهوه صافي صافي. السكنه فين دابا؟ السكنه في داخل الهراويين فرا الحلوه. فرا الحلوه. فرا الحلوه. شي بلاصه اللي كتكون بها بزاف، كتكون فيها بزاف. ما هذيك هي البلاصه كنت ساكن، ما عندك حتى شي بلاصه؟ لا ما عندي حتى، ما بقات عندي حتى بلاصه صافي، ما بقات عندي حتى شي بلاصه. بالنسبه للخوت ديالك، شي واحد ما يقدرش يشري تليفون ولا شي حاجه؟ هما في الحاله الماديه ديالهم فقراء ولا كيفاش ولا الحاله الماديه ديالهم؟ وهما ولاو لاباس عليهم، وحده راه لاباس على فرنسا، ساكنه في بوسنيقه، عندها موبل بوحده فيه 14 والسطح لاباس عليها، عندها وليدات ولاباس عليها ودارت فلوس ودارت كل شيء. بينا حنا باش دارت هذاك الشيء، بيا انا وبيات خويا اللي مات مسكين، حقنا باش مشات ولات لاباس ونساتنا، ما دارتنا حتى حاجه. وخداو لينا واحد البراكه، خداوها ليا خايبه ما فيها ما يتشاف، الظلام بنهار بنهار كاين ظلام بنهار ما كنشوف والو، ما بالك بالليل ولا دابا نهار ما كنشوف حتى حاجه، الظلام كنديها الشمع، ما بقاش عندي حتى حاجه في الدنيا، ما كاين حتى حاجه. لا وليدات لا وليدات لا والو، غادي 45 عام باقي، ما بقاش عندي صحه، ما بقاش عندي، ما بقى جهد، ما بقى حتى حاجه، لا وليدات باقي لدابا. لا اله الا الله. محمد وشنو الطلب ديالك؟ ما كنطلب شي سكينه مزيانه، وتا ندير وليدات، بغيت ندير وليدات، بغيت نولي راجل تانا ندير وليدات وندير مويحين صافي، هادشي اللي كنطلب، مويحين نقي وليدات صافي، هادشي اللي كنطلب. الله ييسر لك ان شاء الله. امين اخويا، امين امين. الله يحفظك. شي محسن ولا شي محسن. امين اخويا، امين. اللي يتقاو فيك. امين اخويا، هادشي اللي باغي، هادشي اللي كاين. ويعاونوا. الحمد لله كاينين ولاد الناس. ياس. نتمنوهم الله انه نشوفوا ناس اللي تشد اليد ديال هذا السيد هذا. واخا اخويا. اذا غادي نختموا معكم هذا المباشر متابعينا الكرام. واخا. ندعوكم. واخا. للاسف نتمنوهم الله ان حتى الخوت تاهم يسولوا في خوهم. واخا. الخوات حتى هما يسولوا في خوهم، غادي ندعوكم الى اللقاء. الله يحفظك. شوف قبل ما نختم
شنو الرسالة اللي تبغي تقول خوت إلا كانوا كيشوفوا فيك خواتات؟ وأخوتي وخواتاتي خايبين. شنو تبغي تقول لهم؟ خايبين. إلا بغى يهديهم الله شنو تبغي تقول لهم؟ والله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم ويديروا شي حاجة زوينة، يديروا لي شي محل زوين، بغى شي محل زوين، خذوا لي البراكة، خذوا لي المحل، خذوا لي خايب، زادوا كملوا. ما داروش هذاك الشيء ديال الله وديال ما داروش هذاك الشيء ديال الله. كون خذوا لي المحل مزيان بعدا كون بعدا مزيان. خذوا لي براكه محل خيب محل خيب، لا شتي ما فيه ما يتشاف، الظلام بنهار ما فيه لا ضو ولا شمس لا برد لا والو. ما عرفتش انا هاد الخوت هادو الخواتات ما عرفتوش فين غادي ما عرفتوش فين. هذاك الشيء اللي كاين. الله يصاوبك. هذاك الشيء اللي كاين. الله يصاوبك. الله يحفظك. الى ذلك الحين الى اللقاء.